أقامت السفارة المغربية في عمان احتفالا بالذكرى 24 لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين. وأكد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية لدى الأردن على متانة وعمق العلاقات بين الأردن والمغرب في المجالات كافة، معتبرا إياها أنموذجا يحتذى في التنسيق ووحدة المواقف. وأشاد بالسياسات الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ودوره في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مثلما أشاد بموقف الأردن الداعم لوحدة التراب المغربي وفق مبادرة الحكم الذاتي والمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. حريصين على تأكيد رسالة سيد صاحب الجلالة بتوطيد العلاقات الثنائية اللي بترجع حتى الدبلوماسية لعام 1956، ويعني حريصين على أنه زيادة التبادل التجاري. التبادل التجاري تقريبا كان في عام 2022 40 مليون دينار. 24 تربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين يعني تتزامن مع احتفال الشعب الأردني بالذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الهاشمية على عيد الجلوس الملكي وزفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله على صاحبة السمو الملكي الأمير الرجوة، والذكرى 77 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. احتفال الأردن والنخبة بهذا العيد المغربي وتجسيد لهذه العلاقة ولعمقها وللتاريخ المشترك بين البلدين.